كليك اف ام الاذاعه الاولى في تونس كافي جورنال كافي جورنال مرحبا صباح الفل. اليوم في كافي جورنال باش نحكيوا هكا بون قبل الساعه نقول لكم مرحبا بكم الناس الكل في كافي جورنال وين لا ياس مع الحياد ولا حياده مع الياس. البارح منتخبنا الوطني عمل ماتش تعادل مع انغولا هكا وظهر فينا الفرحه الرياضيه راه مانيش نفرحوها وهكا شروق كتبت عنوان طويل عريض بالاصفر الاحباط. مش كانت البارح عناوين رنانه هو عناوين رنانة مكاو اللي صار توك وتصليح معناه لازم تصليح غلطة في الماتش الجاي. هي كيما كتبت خدك الشروق عنوان طويل عريض الإحباط حتى هي الملاعبية تقولش عليه ضربه ومصابات. وألان جيريس عطيه صحة الحقيقة البارح تحسه يستكشف في حاجة اسمها كورة مازال ما يعرفهاش ويتبع في الماتش بظهره ماهوش قاعد يرافش قاعدين يعملوا جوارات. أما جريدة الصباح تقول بالعناوين الرنانة زادة تعادل مخيب للآمال وأداء يطرح أكثر من سؤال. فوالا وين ميسج هاو نعطيكم هكا عنوان كادو من عندي المسكني في مهب الريح والملاعبيه اللي تشد ويتيح هي مش مشكل مثالش مازال عندنا امل في الماتش نتاع مالي وموريتانيا وبقدره ربي من فما كان الخير. نتمنى الملاعبيه مش قاعدين يسمعوا في الغفو خلي يكملوا الماتشات الاخرين مورالهم الفوق هو يراخديني يعمل في تيداش. اما في الصفحه 7 من جريده الصباح نلقاو الحكومه تعتبره حلا لتدفق الاستثمارات الاجنبيه حسب رايكم شنو هي اللي هو السماح للاجانب بامتلاك مساكن في تونس والمواطن المتضرر الاكبر. وانا هون نفسر لكم حاجه من كثره ما المعيشه غليت التوانسه ما عادش هما خالتين هاكا الاجانب يجيو هما ويشريو ويحركوا المرشي شويه ويكريو لنا يشريو ويكريو لنا اكزاكتومون الله يكري عندهم في بلادي مرحبا بهم انتو كاما مرحبا بكل الاجانب. اما في الصفحه 3 نقراو نجي جلول ضحيه جديده لمزاجيه نجل الرئيس. بون هو شوف عادي راه طفل صغير كي يلعب لعبه اكبر منه ينجم يفسدها فاسيلمون فما بالك انت بحزب معناها هكا هو نجل الرئيس يحب يلعب وحده ومول الكره كي يتغشش معروفه يهز الكره ويروح. اما في المغرب نلقاو تيتر هكا طويل عريض بجنب تصوير راشد الغنوشي في الندوه السنويه الثالثه للنهضه. راشد الغنوشي يقر بالاصول السلفيه اللي ديمقراطيه لحركته معناه سمحني جاب جديد هو على اساس كان حانوت بلاي ستيشن قبل ولا قهوه على كورنيش ما هو في بالنا يرشوده بالشيء زي الكل. وختاما مع جريده الشروق اللي تعطينا معناها ارتيكل غايه في الروعه تقول لنا معناها اذا حبوا العباد ترد بينهم في الصيف اقراوا الشروق معناها في الصفحه 16 اكثر الامراض شائعه في موسم الصيف يجب الحذر منها وما سميو برشا حاجات معناها لطف عليكم التسمم الغذائي صداع ضربه الشمس اما نزيدكم انه العقد النفسيه بعد ما تحل انستغرام انت قاعد تخدم والعباد قاعده تعوم وتتبحبح. كافي جورنال كافي جورنال يعطيك الصحة سلاح وليتي بيعجبني الأخبار الأخرين جستمون ميرسي بوكو دونك هذا هي لا روفي دو بريس في كافي جورنال بطريقة ديكالي.